تبادل الجيش السوري والقوات التركية إطلاق النار قرب مواقع مراقبة تركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بينما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن دمشق ستدفع ثمنا غاليا جدا إذا شنت أي هجوم جديد ضد قواته. وقالت مصادر ميدانية إن رتلا عسكريا جديدا للجيش التركي دخل من معبر كفر لوسين باتجاه عمق المحافظة، ويضم الرتل ما يقارب من 60 آلية. أعلن التلفزيون الصيني معاقبة 2 من كبار المسؤولين في مقاطعة خوبي وسط البلاد التي ظهر بها فيروس كورونا المستجد بإقالتهما من منصبيهما. وأوضح التلفزيون الحكومي أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في خوبي والمديرة ليو يانغزي أقلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني للمقاطعة. ويرى مراقبون أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي العام الغاضب منذ وفاة لي وينغ ليانغ 34 عاما بفيروس كورونا، وهو أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض.